بسم الله الرحمن الرحيم. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية وأنا أعديكم تجربة عامة. يلا بينا نبدأ. لو قلنا إن مثلا رقم الجلوس أهو كتبنا 6 مثلا، تمام، اتكينا على البحث، تمام، زي ما انتوا شايفين كده هيدينا النتيجة. ادي الاسم قدامكم اهوت، وادي رقم الجلوس، وادي المدرسة، وادي ايه الادارة التعليمية، وادي المجموع والمجموع الكلي. يلا يا اولاد انا هحاول ان انا اسيب لكم الرابط في طبعا صندوق الوصف او في اول تعليق. يلا بينا على طول، حاولوا ان انتوا تخشوا وتشوفوا النتائج بتاعتكم، وان شاء الله بعون الله تكونوا من الناجحين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولا تنسونا من الاشتراك وخالص